يقول لي 100 حكايه، اسمع المكنه ما اسمعوش هو. عندي مكنات تعدي 200 سنه وال 300 سنه من اول ما اتعملت صنعه الخياطه. المكن بيكلمني، مكنة تكون فيها جرح، فيها تعب، فيها ألم، أنا بص المكنة تقول لي إيه اللي فيها. أنا ميكانيكي جراح، خواجة باكل بالشوكة، بشوف المكنة أعرف إيه اللي فيها. وعندي مكنة على جميع الأنواع، الزبون يجيب المكنة ويقول لي 100 حكاية، أسمع المكنة ما أسمعوش هو عشان هسلمه. المكنة هي اللي تقول لي، مالكش دعوة بصاحب المكنة، خليك معايا أشوف اللي فيها وأقول لك. تصليح وبيع وشراء لجميع أنواع مكنات الخياطة. عندي مكنات تعدي 200 سنة وال 300 سنة من أول ما اتعملت صنعة الخياطة. عندي مكن قديم يعد 200 سنة موجود أهو، هتشوفه هتصوره. مهنة خفية يعني، مش مهنة سهل، مهنة الجدود. أنا أبويا بتاع مكنة، مراتي اللي في البيت ابوها خالي واكبر تاجر مكن في الرويع. المواقف اللي انا شفتها تغيير الموديلات. عندي المكن اليدوي اللي اشتغل باليد قبل ما يطلع المواتير وقبل ما يطلع الكلام ده كله. اهو المكنه اهي باليد بتاعتها، اهي باليد بتاعتها. ارفع فوق بقى اتفرج على المكن الايه السنجر الانتيكه اللي مفيش منه ولا في العالم. المكنة من دول أنا عشان أبيعها بحق 10 تبراك. يعني وريني زيها أو هات لي زيها. وأهم حاجة إن أنا بصين المكن، أنا صيانة على الدرجة الأولى، معروف على مستوى الدنيا. المكن بيكلمني، مكنة تكون فيها جرح، فيها تعب، فيها ألم، أنا بص المكنة تقول لي إيه اللي فيها. خبرة، أنا عندي 74 سنة، ده أبويا وعمي وإخواتي وأنا فيهم أهو صغنن قوي أهو. وبص قدامهم المكن أهو بيعرضوه أهو عشان يبقى عندك فكرة. بتاع مكن ماليه إزاي؟ جميع مكنات الخياطة بتاع اللي هي بتخيط الأحذية أقوى مكن أهم. ده مكن فندي مخلوق للصنعة للجزم لمؤاخذة، والجواكت وكل الكلام ده كله. أغرب مكنة المكن السنجر القديم اهو، دي مكن السنجر 31 اللي هي اتعلمت عليها الدنيا كلها، تعدي 150 سنه 200 سنه، وانا بقتنيهم لان انا بحب مهنتي. وعندي مكن مش موجود عند اكبر مستورد في الدوله. شوف اكبر مستورد في الدوله ما عندوش المكنه اللي عندي. بيجيني حريم كتير بصلح لها مكنة وببيع لها مكنة تشتغل عليها، تخيط ملاية، تخيط حكاية، بتاع تاكل عيش، بتربى أيتام، كل الكلام ده بيورد علي. بقف معاها لوجه الله وبديها مكنة تشتغل عليها، تاكل عيش وتشغل بيتها وتشغل عيالها. يعني اللي معاها واللي ما معهوش المقدرة بمشيه والله، وربنا رقيب. لأن احنا ناس كبيرة والمهنة قانت علينا، لأن احنا بنحب مهنتنا. أنا لو مش بحب مهنتي ما افتحش 3 محلات في حياتي. محل بقاله مش أقل من 200 سنة، أنا أبويا قضى فيه 100 سنة وأنا قضيت فيه 74 سنة. المكان اللي أنت قاعد فيه ده وما قفلتوش، بابه مفتوح على طول. الحمد لله. ولا حد لا بأذي حد ولا ليا، واللي بيجي تعبان وعايز ياكل عيش بساعده. أساعده في المكنة، أساعده في قطعة خيار، أمشيه كده عشان أمورنا تمشي. واللي ما معهوش الناس بتتفرج عليه. اللي ما معهوش الناس بتتفرج عليه بيبقى عامل زي الفار، يفضل ينط من هنا لهنا ويقدر يحله، محدش بيحل حد. الحياه كده. عملت ايه مع الست بقى؟ ست يعني اديتها مكنه وظبطتها ومشيتها واشتغلت، وبعت لها مكنه صغيره وكبرت، اديتها مكنه كبيره صناعي، وبقت تعمل ملايات، وبقت تعمل ملايات وخداديات للفرش وللكلام ده، وتبيع لاهل منطقتها او اهل جيرانها. حسيت بان ربنا كرمني في صحتي، حتى في نور عيني، في اولادي، صلح حالي ربنا. لان دي لقمه عيش مش هزار، دي مكنه بتشتغل محنيه وسطها عليها 24 ساعه عشان تطلع جلابيه تاخد منها 10 جنيه و20 جنيه و5 جنيه. يعني ناس مساكين على الله، فلازم الوقوف. ادام ربنا مديلك
ومسهل امورك، واخد بال حضرتك؟ سهل على الناس. وانا اهو 74 سنه احمد الله واشكر فضله، واديني قاعد على التزجه وقدامي مكان اهو، والباترينا هي فيها جميع كل حاجه. عايزه تجيب المكان الزهار اللي فوق ده، مكان السنجل الانجليزي ده، المكان ده كانوا بيدوا لابويا هديه على المكن اللي كان بيستورده. دي مكنه سنجر مش اقل من 200 سنه، وما هياش موجوده عند اي حد، ولا اي حد يقدر يوصل لها. دي مكنه زجزاج، خياطه زجزاج، كانت بتعمل تتني حرف المنديل تعمله اجور، ده في العهد القديم. دول مقتنيهم عن والدي. مكنه بتدور اهي، بتدور بتخيط. دي ماكينه خياطه بالرجل، بالرجل والترابيزه، ليها ترابيزه بتقعد عليها سنجر. اه شغاله اثريات؟ اه طبعا شغاله لغايه دلوقتي اهي، مش موجوده عند اي حد ولا اي شركه سنجر حتى، ما تقدرش تقتنيها.